السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتحدث عن أول محاضرة في كورس البلود بانك. نبدأ بالجيناتكس لبعض المصطلحات الضرورية في بنك الدم. بالنسبة للمصطلحات اللي حنشرحها ونحكي عنها بسبب أهميتها في بنك الدم، حنحكي عن الجينز، كروموزوم 6 كروموزوم، لوكس، أليلز، هوموزايجوت، هيتيروزايجوت وأنتيثيتيكال، بالإضافة إلى بوليمورفيك، لينكد فينوتايب اللي هي عبارة عن الصفة الظاهرة، أما الجينوتايب هي التوزيع الجيني الموجود على الكروموزومات. بالنسبة للجين هي الوحدة الوراثية الأساسية وهي المسؤولة عن عملية نقل المعلومات الوراثية من جين إلى آخر، وهي مسؤولة عن بناء الخلايا في هذا الأورجانيزم أو في الكائن الحي. بالنسبة للكروموزوم هو عبارة عن تركيب من الدي ان اي والبروتين موجود داخل الخلايا. عندنا 46 كروموزوم موزعين 23 زوج، 22 اوتوسومال او كروموزومات جسدية، بينما عندنا 1 6 كروموزوم هو اكس او واي. فاذا كانت الانثى بتكون اكس اكس بالنسبة ل 6 كروموزوم، بينما الميل اكس واي. بالنسبة للكروموزوم، الكروموزوم يتكون من 2 هومولوجوس كروماتيد مرتبطين مع بعض من منطقة المنتصف في السنترومير، والطرف لهذا الكروموزوم يسمى التلومير. الآن لو اطلعنا على الهيومن كروموزوم نجد انه عندنا 22 زوج من الكروموزومات الجسدية، لكن الزوج من الكروموزوم الجنسي اما انه يكون اكس او واي. بالنسبة لللوكس هو عبارة عن موقع الجين على الكروموزوم، وهذا الموقع قد يكون متشابه أو مختلف لنفس الصفة. فلو كان متشابه سميناه هومولوجس أو هوموزايجوت، وإذا كانت مختلف نسميها هيتيروزايجوت. بالنسبة للهوموزايجوت والهيتيروزايجوت زي ما تذكرنا أن الهوموزايجوت يكون الأليلات تشبه بعضها على نفس للمواقع على الكروموزوم، بينما الهيتيروزايجوت الأليل بيكون مختلف. وحسب الموجود أمامنا فعنا إحنا عنا 2 كروموزوم هومولوجس كروموزوم، نجد إنه بالنسبة لصفة بي كابيتال هي الجين بي أو الموجودة على موقع كروموزوم يسمى أليل، المقابل له على الكروموزوم الهومولوجس كروموزوم أو الكروموزوم المشابه له بيكون بي سمول، فبنسميه هذا دومينانت وسائد، وبي سمول يسمى المتنحي. الآن طالما الاثنين اختلفوا عن بعض فبالتالي هيتيروزايجوت، وهذا ما يفسر هنا هيتيروزايجوت أن يكون different allele، بينما الجين آخر A small هنا نجد أنه هذه عبارة عن أليلات متشابهة فمنسميه هوموزايجوت من نفس الجين، لكن بنفس الوقت يعتبر بما أنها A small فهي recessive allele أو أليل متنحي. أما بي كابيتال هو هوموزايجوت ولكن هذا دومينانت لأنه موجود بصورة الكابيتال، دومينانت يعني سائد. أنتيثيتيكال هو عبارة عن مصطلح لوصف الأنتي الأليلك أنتيجين لما تكون موجودة على الكروموزوم، ويتعني تعني الأوبزيت اللي هو العكس. فنضرب مثال عليها إنه الكي بي إيه والكي بي بي عبارة عن أليلات، هاي الأليلات موجودة على الكروموزوم. فلو كان هذا الشخص بالنسبة لهذا الجين هيتيروزايجوت معناته نجد إنه على موقع الكروموزوم المتشابهة كي بي إيه في موقع وكي بي بي في موقع آخر. إذا كان هذا الشخص هيتيروزايجوت فنجد إنه الكي بي إيه يعتبر أنتيثيتيكال أنتيجين للكي بي بي. البوليمورفيك لما يكون عندنا أو هي مصطلح بيصف إذا كان الأليلات على نفس الموقع أكثر من صورتين. مثال عليها الـ ABO system هو عبارة عن جينز موجودة على الكروموزوم رقم 9. هذا الكروموزوم موجود له عدة هذا الجين موجود له عدة أليلات A أليل وB أليل وO أليل، طالما إنهم له أكثر من صورتين جينية فبالتالي هو يعتبر بوليمورفيك. الـ RH blood group system يعتبر highly polymorphic، يعني بمعنى أنه له متعدد الأشكال الجينية. سنتينيك هي عبارة عن مصطلح بيطلق لوصف لما يكون عندنا موقعين جينيات موجودات على نفس الكروموزوم ولكن تفصل بينهم مسافة كبيرة، بحيث لا تستطيع هذه الجينات أن تنتقل كوحدة واحدة، وإنما كل واحد من هذه الجينات ينتقل منفصل عن الآخر.
أما الجينيتيك لينكاج هي العكس تماما، بحيث أن يكون عندنا جينات موجودة على نفس الكروموزومات لكن موجودة قريبة من بعضها البعض، بحيث تنتقل كوحدة واحدة خلال فترة أو خلال الميوزي، وهذا بتسمى بالجينيتيك لينك. يعني هذه الجينات أو الأليلات تنتقل أثناء الميوزي مرتبطة مع بعض البعض، يعني تنتقل كوحدة واحدة. الفينوتايب هي عبارة عن، في بنك الدم الفينوتايب هي عبارة عن الأنتيجينات الموجودة على سطح خلايا الأربيسيس، بينما الجينوتايب هي المسؤولة، هي الجينات المسؤولة عن ظهور هذه الأنتيجينات، لكن لا نستطيع معرفة الشكل الجيني لهذه الأليلات المسؤولة عن تكوين هذه الأنتيجينات إلا من خلال الفاميلي استادي. بالنسبة للمثال الموجود أمامنا يوضح كيف إنه الجينوتايب، كيف إنه الجينوتايب المختلف حيعطينا نفس الفينوتايب. فلو وجدنا إنه هناك أم تزوجت من شخص فصيلة دم O وهي A، بحيث إنه التو أليلز اللي عندها A كابيتال A كابيتال، فنجد إنه أبنائهم تحمل كلها صفة أو تحمل فصيلة الدم A، لكن الصورة الجينية مختلفة، هي هيتيروزايجوت. على العكس تماما في المثال الثاني، لما يكون عندنا الأم هيتيروزايجوت بالنسبة للA والأب O، نجد إنها بتعطينا شخصين فصيلة دمهم A والA طبعا هيتيروزايجوت مع ظهور الصفة المتناحية اللي هي الO. ايضا بالنسبه للجينوتايب زي ما حكينا سابقا لا نستطيع معرفتها الا من خلال الفاميلي استدي، وهذا يوضح بالسكيم الموجود امامنا. بالتالي انا استطيع التنبؤ بفصيله الدم للاب اللي تزوج من ام فصيله دمها اي بي وانجبوا شخص او طفل فصيله دم بي، وبالتالي هذا نستطيع معرفتها من خلال الفاميلي استدي. بالنسبة للتريت، التريت هي عبارة عن الصفة اللي يتم التعبير عنها من خلال الجينات، بمعنى آخر إذا هذا الجين عبر عن نفسه بتبدأ تظهر صفة تسمى التريت. التريت تستطيع أن تنتقل من الآباء إلى الأبناء، فنجد لو كانت الأم هنا حاملة لصفة معينة والأب نفس القصة حامل لهذه الصفة، نجد أنه نسبة حدوث ظهور هذه الصفة أو هذا المرض على الشخص هي الربع، بينما اثنين حيكونوا حاملين لهذه الصفة ولا غير مصابين، حتظهر عليهم بيكونوا حاملين لهذه الجين المصاب لكن لا تظهر عليهم على علامات المرضية، وبيكون عندنا كمان الربع البوبوليشن شخص سليم. الدومينانت والريسيسيف، الدومينانت هو عبارة عن الجين، إذا كان موجود الجين بصورة الدومينانت فبالتالي هو يستطيع التعبير عن نفسه بغض النظر إذا كان الطرف الآخر أو الجين الثاني أو الأليل الثاني على نفس الموقع بيشبههم. أما الريسيسيف لا يستطيع التعبير عن نفسه إلا إذا كان دبل دوز، بمعنى أنه تو أليل يكونوا بصورة الريسيسيف موجودين في نفس الموقع. وهذا مثال لما يكون أنا عندي البي كابيتال دومينانت أليل وعلى الطرف الآخر بي سمول هو الريسيسيف، فنستطيع أن نحكي أنه البي كابيتال يعبر عن نفسه بينما البي سمول لا يستطيع التعبير عن نفسه، فهذه الصورة هي هيتيروزايجوت. أما اي سمول لو اطلعنا على الموقع الآخر على الكروموزوم نجد أيضا اي سمول، هذه تسمى هوموزايجوت بالنسبة للصفة الريسيسيف. في هذه الحالة يستطيع الاي أليل أنه يعبر عن نفسه، ليش؟ لأنه موجود بصورة الدبل أو الدبل دوز. الآن بالنسبة في لأنتيجينات البلد جروب، مصطلح الكوديمونانت يعني إذا كان هذا الأليل موجود وبالتالي حنجده أنه إذا تم توريثه حيعبر عن نفسه، تمام؟ فالبلد جروب هنا مربع بانل بنسميه بانل سكوير، نستطيع من خلاله معرفة أو التنبؤ بالفينوتايب لهذا الشخص إذا عرفنا الجينوتايب، أو بالعكس تماما إذا أنا عرفت الفينوتايب أستطيع إعطاء احتمالات للجينوتايب الموجودة. فلو كان الشخص فصيلة دمه A، الجينوتايب المقترح الأول إما يكون هيتيروزايجوت AO أو AA، فبالتالي نستطيع إنه اللي هو نعمل عملية تزاوج ما بين الA والO، بالتالي نحصل على AO والO الA مع الO، نستطيع A وهكذا.
هنا مثال آخر، إذا كانت هيتيروزايجوت A مع هيتيروزايجوت B، فنستطيع أنه نجد أنه هذا أبنائهم بيحملوا جميع الصفات الـ A, B والـ B والـ O والـ A، الفينوتايب بتظهر هذه الصفات، لكن إنها ليست صفة نقية بحيث أنه الـ A بتكون هيتيروزايجوت والـ B هيتيروزايجوت. المعرفة البيبيوليشن جيناتكس مهمة جدا للكشف عن فصائل دم ووحدات دم كومباتبل أو متوافقة مع فصيلة الدم لشخص مريض. فمعرفة الفينوتايب فريكونسي أو نسبة تواجد هذه الأنتيجينات ونسبة غيابها بيساعدنا في معرفة عدد الوحدات المراد فحصها لتوفيرها للمريض المحتاج هذه الوحدات. فعلى الآن نسبة الفينوتايب فريكونسي لابد أنها تكون 100%، بمعنى أنه لو عندي كان JKA بوزيتيف، يعني مجموع الأشخاص اللي بيحملوا JKA 77% في المقابل حيكونوا النيجاتيف 23%، 23% هدول مناسبين أنه أعطيهم لشخص يحمل فصيل يحمل أنتيبادي ضد JKA أنتيجين. في بعض الأحيان نجد أنه بعض المرضى بيكون عندهم عدة أنتيبادي ضد عدة أنتيجينات، فمنسميه أنتيبادي أجينست مولتيبل أنتيجين، العديد من الأنتيجين، وهذا بيواجه مشكلة في عملية إيجاد وحدة مناسبة، وحدة دم مناسبة لهذا المريض. فبالتالي معرفتنا للفريكونسي أو نسبة تواجد الأنتيجينات بيسمح لنا لحساب عدد الوحدات المراد فحصها لتوفير وحدة دم خالية من الأنتيجين اللي بيكون عنده الشخص بيكون عنده أو المريض بيكون عنده أنتيبادي ضد هذه الأنتيجينات. فالبوبيوليشن جيناتكس نستطيع معرفتها من خلال عملية ضرب نسبة النيجاتيف أنتيجين مع بعضها البعض. فلو أخذنا مثال نجد إنه شخص عنده مريض عنده أنتيبادي ضد ثلاث أنتيجينات C K capital و JKA. تمام، الآن عشان أنا أعرف عدد الوحدات اللي أنا بدي أفحصها لهذا الشخص عشان أوفر له وحدات خالية من الأنتيجينات اللي هو عنده أنتيبادي ضدها، فلازم أعرف نسبة النيجاتيف. نجد إنه C small نسبة النيجاتيف 20% بينما الـ K 91%، الـ JKA positive 23%. عشان أعرف عدد الوحدات اللي بفحصها لابد من ضرب نسبة النيجاتيف بعضها البعض، فالـ 20% بتكون 2/10 لأنها 20 على 100 ضرب 91% ضرب 23%، نحصل على 4/100. لو أنا ضربتها في 100 حجد إنه خلال 100 وحدة لو أنا حلاقي 4 وحدات مناسبة في 100 وحدة هذولا. يعني عشان أطلع 4 وحدات مناسبين لهذا المريض عشان أقدر أعطي هذه أو أنقل وحدة الدم إله، كل 100 وحدة بدي أطلع منها 4 وحدات مناسبات إله. يعطيكم العافية.